عندي كالينولي. الكالينولي ده يا جماعه بتعمل العجينه بتاعته ثابته، اللي هي عباره عن كوبايه لبن، كوبايه دقيق، ثلاث بيضات، ثلاث معالق زيت، ذره ملح، ذره سكر، ذره سكر. ده ايه الناشوناليتي بتاعه يعني، او الريسيبي بتاعه الدولي. لكن الحشو بتاعه بيختلف عندي تماما. اعمل منه حادق، اعمل منه حلو، اعمل منه كالوني توسكانا، كالوني كريسبيلا. توسكانا وكريسبيلا دوت نوع بقى بيتعمل على الطريقه اليونانيه او الايطاليه. باخد مثلا بسطرمه، في نوع تاني باخد جبنه وبصل مكعبات الكريسبيلا. في كذا طريقه ليه. واحنا بنبسط الامور النهارده هنعمله بالسبانخ والجبنه. كالوري بالسبانخ والجبنه هيبقى طعمه يعجب حضراتكم ان شاء الله. بتزود شويه كرات على الطاسه بتاعتي ما تسخن. ادي حبة زيت زيتون، وادي بصل مفروم اهو. كالينولي بالسبانخ والجبنة، وادي التوم كرن كاستر اهو، ده الكرات، مكعب برق، عارفة الاسبيتاليا؟ وشوية سماء، هي دايما السبانخ بتحب السماء اللي هو الميزيز، اللي هي يا باشا الميزيز. ادي الاسبانيش او السبانخ بتاعتي الجميلة اهي. عندي فريش ماشي، عندي مفرزة ماشي، كزبرة خضرة. يعني احنا نديها ايه، هنديها شوية فلفل بس، مش هنديها ملح، مش هنديها ملح، شوية فلفل كده. حط يا عم الحاج، حط يا عم الحاج واجري، ما تخافش محدش مراقبك، حط اسمع الكلام. ايوه كده، اجري بقى من هنا. شكرا. سيليكشن اوف تشيز كده، حطينا جبنتين اهي. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي كده اهو. قبل ما اعمل اي شيء نعمل الصوص بتاعها الابيض. هنعمل الصلصة البيضة للكالينولي، لكن هو ممكن يتعمل بالطماطم، ممكن ياخد الاتنين مع بعض، يمكن نتير من غير ده ولا ده. دي الزبدة بتاعتي، وادي الدقيق. وادي سنة ملح، وادي اللبن بتاعي، وادي الكريمة اللباني، وحداني عايش كده وحداني. ده الكولينولي بتاعي، وده الصحن بتاع اللي هغرف فيه. ونبدا نحشي. باخد شويه من الصوص ده اهو، هو لسه ما استواش، مش مشكله حدايا، بس هو هيستوي في الارضيه هنا. لما اخش الفرن كله هيقفش مع بعضه. كده نحشي. شايف اخر واحدة دي يا باشا؟
حطينا عليها الجبنه الموزاريلا. خلاها تغوص وتلغلغ. يا صلاة النبي. ايه ده؟ ده هتحط في نار هادية بقى؟ اوعى اهو. وعلى مهله وعلى مهله.